تتذكرك الجماهير المصرية بالتأكيد في آخر مباراة واجه فيها المنتخب الكاميروني المنتخب المصري، ذكرياتك عن هذه المواجهة وأدائك الرائع جدا كان مع المنتخب الكاميروني طوال البطولة قبل مواجهة المنتخب المصري، كنت عامل منتخب محترم جدا المنتخب الكاميروني. Sim, nosso trabalho na equipa nacional dos Camarões foi um trabalho muito, muito positivo. طبعا الشغل مع المنتخب الكاميروني كان شغل كويس جدا، كنا بنعمل حاجات ايجابيه جدا في شغلنا مع المنتخب الكاميروني، وطبعا كنا دايما بنفكر ان احنا نتاهل لكاس العالم، وطبعا الشغل كله كان بقوه على بطوله افريقيا، وطبعا كنا لازم نبقى مسيطرين على الماتشات كلها، وحتى لو وصلنا للبنالتيز لازم كنا نبقى مسيطرين على الأجواء العامة في الماتشات، وزي طبعا ما شفتوا في ماتش ما بين مصر والكاميرون، كان ماتش صعب جدا من الماتشات النهائية في بطولة أفريقيا، وطبعا لازم كنا دايما نبقى مركزين ان احنا نبقى مسيطرين على الماتش، ولازم كنا دايما باصين على النقطة ديت في شغلنا وفي الماتشات اللي احنا بنلعبها. وطبعا في الأجواء بتاعت بطولة أفريقيا كانت صعبة جدا، كانت أجواء عصيبة، كنا دايما بنفكر في الماتشات. وطبعا لما وجدنا ان احنا هنلاعب مصر كنا بنفكر ان مصر واحده من الفرق الصعبه جدا اللي دايما مرشحه ان هي تتاهل للنهائي، فطبعا الفرق كلها حست بصعوبه الموقف، وكل الناس حتى في الكاميرون كلمونا قالوا لنا ان ربنا معاكم الماتش، والماتش ان شاء الله هيبقى قوي، وهو دوت اللي احنا حاولنا نلعب عليه. في مواجهتك لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية شفت المنتخب المصري ازاي، قوة المنتخب المصري والمدير الفني مواطنك كارلوس كيروش وقتها؟